لا سؤالي انا، هذا سؤالي انا، وهو ما مش معاك في نفس الفكره. انا ما ماشي معاك، قلت ما تراش انه التايمينج هذا قبل شهر نص او شهرين خاطئ انه ندخلوا نوع من البلبله حتى نعطيو ميساج لبعض الملاعبيه راكم انتم اليميني من المنتخب. لا لا، الرساله وصلت لعديد اللاعبين. انت عاودت فرجاني وتقال موجود هي تنجم راهو رساله لحنا بعل وبن سليمان. هذا هو اللي حبيت نقول لك انا، هذا ايش حبيت نقول لك. طبعا باش تفتح طه ياسين الخنيسي رساله لعصام الجبيلي. اي مالا شنو؟ الخنيسي يلعب وقاعد يسجل في اهداف وحاجه اخرى. انت الفتره الاخيره عندك ديما المهاجمين خصال واحده، جويني مهاجم محطه. صحيح. ما روخيش كون عندنا مهاجمين ناخذ كيف كيف. ديما الخصال نتاع الخنيسي ولا الجزيري لازم تكون عندك موجوده باش تكون عندك تنوع في خصال المهاجمين. فما نقطه ما تلعبش لعب واحد فقط. فما نعيم سليتي هاو رجع فرجاني ساسي يقول لك حاجه. شفت الموجودين في راس بالعربي في وسط الميدان الكل ولا واحد عنده خصال فرجاني ساسي. صحيتك تعرف ماتش نادر يلزم نادر. يلزم عندك لحظه نصيف خلي كمل الفكره. الانواع الكل خصال الكل نتاع الملاعبيه شو معناها؟ باش انت كمدرب شو معناها فرجاني ساسي شو معناها؟ فسر لي. باه قلت لي حتى واحد ما عنده الخصال السخيري والعيدوني خصال معينه ديفونسيف اوكي اجريسيف برمضان وفرجاني ورفيعه ديروا ليالي يمشوا لقدام اكثر. فرجاني عنده اللمسه الفنيه وعنده التمريره الاخرى هذه ما تلقاهاش عند ملاعبيه اخرين. يعني كل ملاعب وشنو الخصال نتاعو؟ ما علاش نعملوا فريق؟ وعلاش نعملوا تكامل؟ وعلاش ثم سونتينيل وقدامه اثنين؟ وعلاش اثنين وقدامهم واحد؟ يلزم تنوع في الخصال باش يصير التوازن. تعرف نادر في النقطه كسوة في وسط الميدان ولا في الهجوم توا احنا لعبنا كوريا واليابان حسب رايي المتواضع ماهوش نتاع يوسف المساكني ولا شو اسمه نتاع اليابان عصام جبيلي. عصام جبيلي ماهوش نتاع مهاجم في المقابلة هذيك يطلب الكره في ساقيه. انا وقتها حاجتي مهاجم نتاع مساحه. علاش لعب علاش لعب علاش مرتين في وضعيه صعبه وحتى الكره مش نشتتها حتى نلقى على الاقل مهاجم يجري يطلب الكره يحاول يضغط. يعني الخصال كل طريقه لعب عندها خصال نتاع لعبيه معينه. في المنتخب لازم عندك كل شيء باش حسب المنافس اللي باش تلعب له نجم تحط اللي تحب تقعدش منقوص من خصال معينه من خلال القاعده الكوريا. ما عندناش يا نادر الخصال هذاك في الاتاك ما عندناش. ما عندك شنو؟ اللي اللاعب اللي هبط لك الاستاسيون اللي يعاونك كما يلزم. انت هو عندك شكون عندك انت في الدوري التونسي؟ ما عندنا حد في الكل في المهاجمين شكون اللي عندنا؟ تي نحن نلوجوا على المهاجمين. يعني هو في مقابلات لعب يوسف لعب ان فوا اتاكون. صحيح. ولا مع مصر هذي. خلي نبداو ما نتناقضوش. مع مصر كي لعب المساكني مهاجم مموه لعبوا اتاكون. يما الاختيار؟ مشيت مع مصر اوكي ولكن تختلف مشيت في كونتكست معين. كي لعبوا في ماتش اخر ما مشيتش. يعني مش نفس المنافس. عاود الفرجاني نصيحة صح ولا تنجم تقدم المنتخب الوطني التونسي؟ مش هو نفسه. شو عندك مهاجمين؟ على مدة عن مصر خلقتهم لأنه مازال على درجة يحس يوسف بالترانزيسيون. لا باش نجح يوسف بلي دو جوار يسير لي كوتي. مالا الماتش اللي تاع اللي بعد جاء فما اليمين ما لعبش دخل التوازن. مالا اللي على اليمين لعبنا مرة حنا بعد ومرة برمضان اللي هما مع برمضان مشات. اي ومع لا 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 ما حنا بعد ما مشيتش صحيح. باختيارات هذه الكل وهذا التكامل والاختلاف في خصال الملاعبين باش تلقى انت توازن فنيا.